السلام عليكم يا محمد قديم، شو معنا فيديو لحدك تشوف المقطع كامل قبل ما الفيديو، او انك تشترك في القناه نصيحه، اكبر عدد من المشتركين واضغط لايك نصيحه، اكبر عدد من اللايكات والله نبدا الفيديو. بعدين الفيديو بيمسحوا العربيه عشان ايه يلونوها، هي لونوها دلوقتي بص بيشيل الهواء اذا بتعمل فيزا او حاجه، بص هو ساخن هيشيل الهواء ويظبطها. بص عامل فراري حاطها مش عامل ازاي، بدل ما تلونها ولا حاجة، لا دي غزل البنات، ترسم جلد عاملها شالها راح تطلع، عامل اكتر من واحد مش عامل ازاي، في شكل بيفتح الجزازة بالآلة الحفار، في آلة الحفار آلة الصقيلة، بص هيشيلها دلوقتي، شالها ازاي، واو شوفوا شالها ازاي. دي برضو بتمسح العجلة، تمسحها دي برضو تعمل ايه زي المشهد الأول، هتلونها برضو تعملها بالهواء الساخن، بعد كده بتقطعها بآلة حادة، بعد كده ايه هتبرز، شوف عامل ازاي، واو شكل مرة روعة، شكل مرة روعة. دي برضو شوف دي بتاعت مقالة الطعام، مقالة الطعام شوف واحد راح لمكانه ازاي، يعني ممكن يقع هو مش واثق من نفسه، كان ممكن يقع على طول. دي بتملى كوباية رهوة، بص الرهوة بقولك الرهوة بص مش بتقع وتروح كده وتروح تطلع فوق على طول، كده حبة الشفاط بعد كده ايه امتى بقى ياخد تعدي الجنود انتشر اليومين دول، بعد من 10 وانت نازل يعني 7 6 5 4 3 2 1 هيبدأ بقى يعملوا صفر صفر كده ايه صفر كده خلصت بقى العرض كمل اوي في التصوير البطيء حاطط بيه بسلايد الافكار بتاعت بالونة هواية شوف التصوير البطيء عامل ازاي سلو موشن عامل ازاي فورنا ازاي التصوير البطيء برضه ايه بيفيدنا برضه في حاجات كتير التصوير البطيء ده واو كده بقى اسمه ايه جسد بيفرح منه المية شوف ضغط المية عامل ايه انفجار انفجار دي بيقطع حاجة اللي يقطعها لا دي اسمها الكيسة بيفرجحها شوف انا عملت ازاي في الاخر ده عربية في مكانها بيطلع دخانة حط بتاع هنا وبتاع هنا طلع دخان على طول واو شوف دي برضه بيمسح نوع العربية من القيمة دي بص المية ضغط المية يشيل أي حاجة ده ممكن يقطع الحديد ضغط المية ده شوف بتنضف ازاي بسرعة بتنضف بسرعة ازاي واو بتنضف بسرعة دي احرق الشفايف لا عشان يلونه ولا يعمل شكل دلوقتي واو شكل عامل ازاي مرة لو دي الظهر دي اللون دي بيضة حط البيضة على البتاع دي حط مقص كأنه واحد كأنه واحد دي جل دي ستيك عامل ازاي لزج يعني ازاي بيروح كده ويروح كده دي بتشفط الاسمنت يعني الضغط شوطة شطر فوق شوف بيروح عامل عمل ايه عامل ايه في الرصيف عامل ازاي منتهى الدقة دي بتصنع المفاتيح ولا ايه ده شكل دي بتصنع المفاتيح دي كده بتصنع المفاتيح دي رمو.